مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحلقه الثالثه من كلام بياعين، وهو ان انزل اشتري بوتاجاز الاقي البياع بيقول لي ده بوتاجاز ستانلي ستيل كامل وما تقلقش منه، ويفاضل لي بوتاجاز عن بوتاجاز. لا، اخد بالي جدا من ان جميع البوتاجازات اللي حاليا دلوقتي موجوده بالسوق بنسبه 99% منها بقت جوانب صاج، ودي عشان الشركات تقلل تكلفه تصنيع البوتاجاز فينزل السوق بسعر كويس. وحتى المستورد دلوقتي بقى ينجي جوانب صاج. فلو جينا نبص مع بعض، يعني ده بوتاجاز بوش، هلاقي ادي دي كودات مغناطيس، هلاقي المغناطيس بيلزق من الجنب. لو جيت حطيته من فوق هلاقيه مش بيلزق عادي اهو زي ما انا شايف كده. لو جينا بوتاجاز لجرمانيا هلاقي برضو من فوق ما بيلزقش، لكن من الجنب بيلزق. لو جيت لبوتاجاز زانوسي برضه هلاقيه من الجنب بيلزق، لكن من فوق مش بيلزق. فده يخليني ان ميزه الستانلس كامل دي ما بقتش ميزه بيعيه اقدر اشتري على اساسها. لا، جميع البوتاجازات دلوقتي حاليا المتاحه بالسوق بقت تنزل جوانب صاج، فده برضه اخد بالي منه ان انا لازم يكون عندي عنايه كويسه جدا بالبوتاجاز عشان ما يصديش من الجوانب. وارجع اقول ازاي البوتاجاز ستانلس ستيل بيصدي، لا السطح بس هو اللي استلس، لكن جوانب البوتاجاز بتكون صاج. ودي كده كانت معلومة سريعة جدا عن أحد كلام البياعين وأنا بشتري أخد بالي منه. وأتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.